الأديب الزحلي فوزي المعلوف بيقول عن الصحافة: هي أس العمران وركن التقدم. ومثل ما الشعر بزحلة قيمة زحلية كبيرة، كمان الصحافة هي قيمة زحلية كبيرة. ومين غير كبار مفكري وصحفيي وأدباء زحلة بيقدروا يحكوا عن هيدا الموضوع؟ الأديب والمفكر والصحافي دكتور أنيس مسلم رح يخبرنا عن تاريخ الصحافة بزحلة، الصحافة الزحلية بين الأمس واليوم. الصحافي قيمة زحلية كبيرة، مثل ما هو الشعر قيمة زحلية كبيرة. نحن بنعرف إنه الشعر عاصمته في لبنان وفي البلاد العربية هي زحلة. بمعنى آخر، الشعر كمان هو ابن الكلمة، والصحافي كمان هي بنت الكلمة. الصحافي قيمة زحلية، هذا سبب. السبب الثاني هي انه زحلي عرفت الصحافي بمطلع هذا القرن، يعني عرفتها بكير جدا في لبنان بانشاء اول جريده في الكليه الشرقيه بزحلي، جريده المهذب. انشاوها اثنين، الاب يوسف كفوري وعيسى اسكندر المعلوف، ثم استمر فيها في إصدارها عيسى اسكندر المعلوف. الشغلة الثانية المهمة أنه في جريدة صدرت بزحلة، جريدة زحلي الفتاة 1910، ولا تزال تصدر حتى اليوم. يعني صار لها 108 سنوات جريدة زحلي الفتاة عم تصدر. حتى لما هرب زحلي، هرب من زحلي الأستاذ شكري البخاش، أصدر الفتاة في نيويورك، تصوري وين. ولما رجع على زحلي استمر في إصدار زحلي الفتاة. كان بباله مش بس جريدة أسبوعية ومحلية. شكري بخاش كان حالم كبير وكان صحافي كبير، أنا كتبت عنه وهلأ راح يطلع لي كتاب جديد له الحصة الكبيرة. اثنين من زحلي، شكري بخاش وراجي الراعي. لما رجع نزل على بيروت وأنشأ الفتاة أيضا جريدة يومية في بيروت. لهالسبب زحلي كتير بتعتني في الصحافة، وعدد صدر عدد كبير من الصحف في زحلي. صدرت المهذب، ثم زحلي الفتاة، ثم البردوني، ثم الصحافي التائه. نحن بنعرف أن الصحافي التائه ولدت بزحلي وكملت ببيروت، وصاحبها اسكندر الرياشي سمي الصحافي التائه في زحلي. يعني هذا اللقب أطلق عليه في زحلي، وعندما بدأ يصدرها في بيروت انتخب نقيبا للصحافة اللبنانية. يعني زحلي عطت للنقابة أيضا نقيب كبير هو اسكندر الرياشي. هذا التاريخ للصحافي. استمرت زحلي الفتاة، الوادي،
البلاد الكلمة الروابي التي مستمرة في العمل، وخطت خطوة لم نتمكن نحن عندما كنا نمارس الصحافة في زحلة. وأنا شغلي من ألذ ذكرياتي لما كنت عم بصدر جريدة البلاد في زحلة، هي إنه رفقاتنا إنه البلاد طلعت، وأنا فخور جدا بعتز كمان بالأستاذ توني زرزور يلي كمل هالرسالة ويلي وسع لها مداها. هذا أمر ما كان متيسر لنا نحن في ذلك الزمن. هلا صار في إمكانية، صار في إعلانات أكثر، صار في ناس بهم الكلمة والصورة، ولسوء الحظ بدي أقول إنه بتهمن الصورة أكثر ما بتهمن الكلمة. والبرهان على ذلك أن الصدر الصحف التي تصدر اليوم في زحلة غالبا ما تكون الصفحات مملوءة بالصور أكثر مما هي مملوءة بالتعليقات والدروس أو الأبحاث. يمكن شوي الروابي بتشز عن هالقاعدة إنه عنده زوايا أسبوعية بيهتموا فيها كتبي، هني خريجين جامعة أكثر، في منهم أساتذة في الجامعة، مثلا الأستاذ هيكل الراعي هو أستاذ العلوم الاجتماعية وكان مدير لكلية العلوم الاجتماعية في زحلة. من هون الصحافي قيمة مهمة، والصحافي مستمرة من مطلع هذا القرن حتى مطلع القرن الحادي والعشرين. يعني نحن سعيدين جدا أنه عم يصدر في زحلة اليوم غير جريدي، أكثر من جريدي. الغير جريدي هي الكلمة السليمة، وأكثر من جريدي هي الكلمة الدارجة. أنا بعتقد أنه في شيء بدم الزحالة هي المغامرة، والصحافي فيها أكبر مجال للمغامرة. الصحافي مغامر كبير، والصحافي إنسان نشأ إذا بدك، ما بعرف شو الأسباب، في كتير أسباب، نشأ على الحرية، إنه الكلمة هي بنت الحرية. الأستاذ سعيد عقل والأستاذ فؤاد ترك الله يرحمهم اثنيناتهم، يلي هني كمان تعرفي بلشوا صحفي. سعيد عقل بدأ حياته صحافيا وبدأها في جريدة الوادي في زحلة، وفؤاد الترك أيضا بدأ في جريدة البلاد وكان يحرر زاوية في الدرب، تقاسمها هو وميشيل تراد الله يرحمه. ميشيل تراد كان يمضي ميم طه، وفؤاد الترك كان يمضي تفي تفي. اثنيناتهم كانوا يكتبوا هذه الزاوية، ومرة فؤاد الترك عرضنا للملاحقة لأنه كتب مقالة اعتبرته البلدية قاسي، وكادوا يقيموا دعوة علينا. لما لولا أتدارك أنا الأمر بما بحكمة كانوا يقولوا أنه إذا أنيس مسلم شوي حكيم مش كتير متطرف. بهالمعنى بعتقد أنا أنه الصحافي في زحلية ثروة زحلية كبيرة، ونحن بنعرف كمان، أنا هلأ سميت بس في كتير أسماء كبيرة، مثلا إدمون صعب هذا زحلاوي، وزحلاوي
أنا بعرفه لما بلش مندوب لجريدة النهار في البقاع، وبعرف كيف كان يركض من محل لمحل. وهذا المندوب اللي كان يركض ورا الخبر أصبح ذات يوم المدير التنفيذي لأهم جريدة في لبنان، هي جريدة النهار، وأصبح اليد اليمنى لكبير صحفيين، لا بل كبير سياسيين، لا بل كبير مفكرين، غسان تويني. ومن هون إدمو الله يرحمه كان يقول إنه أنا بعتز إني تلميذ غسان تويني. وبآخر مرة بآخر كتاب أصدره بيقول إنه أنا سعيد إني عم بوفي وعدي اللي وعدت فيه غسان تويني بإني أكتب هذه الخبرة التي مرت بي. وأنا بعرف إنه مش بس هودي الصحفي الزحلوي مش بس طلعوا أخذوا القلم وأجوا، من كانوا كمان معلمين. لما أنا فت على الصحافة تقريبا كنت مع زميل إلي الله يرحمه النائب ملحم كرم، كنا اثنين الجامعيين الوحيدين في نقابة الصحافة، ما كان في جامعيين، كان في ناس بيحبوا يكتبوا. هلا مش معناته انه الجامعيين احلى من غيرهم، شو ما نعمل نحن مش راح فينا نوصل لسعيد عقل. سعيد عقل مش جامعي، صار استاذ جامعي لانه صار شاعر كبير، وجابوا لي انه شاعر كبير، ما جابوا لي انه اكاديمي كبير. سعيد ما عمل دروس جامعيه بهالمعنى، وكانما الصحافي في زحلي بترجع بتعجن الصحافي تبعها، بترجع بتخبزه من اول وجديد، وبيطلع بيطلع مثل الرغيف المخبوز على الساج، يعني وجهه عم بيضوي. ليكي هيدي هي الصحافي الزحلي. وانا بقول انه بتمنى اليوم، بتأسف انه زحلي الفتاة لأسباب واقفة عن الصدور، ولكن أتمنى من صديقنا وزميلنا جان بخاش أن يعود إلى إصداره قريبا، فهذه الجريدة هي ثروة كبيرة، ونحن شئنا أم أبينا تلميذ زحلي الفتاة وتلميذ الوادي، ونحن بلشنا نكتب فيهم. وأنا أول مقال كتبته بالوادي، إذا بدك بهاللمحة منشوف شو أهمية الصحافي الزحلي اليوم، وشو ضرورة إنه الزحالة يتمسكوا بصحفهم، وإنه يضلوا وراء صحفهم. في سبب ثالث ما قلته، إنه الصحافة الزحلية أسهمت وإلى حد بعيد في الديمقراطية الزحلية. زحلي كانت أول ديمقراطية مش بلبنان، في الشرق. أنري أبو خاطر في كتابه الجمهورية الزحلية بيقول إنه أول جمهورية نشأت في الشرق هي الجمهورية الزحلية. وراح أقول أكثر من هيك، راح أقول إنه كبار عظماء لبنان مثل موسى نمور مثلا، الذي أصبح رئيس مجلس النواب. ثم بدي أقول شغلة مهمة جدا للصحافة الزحلية، إنه زحلي عطت صحافي، لأنه عم بحكي عن موسى نمور استلم الخواطر، أنا ما ذكرتها بس بدي أقول هلا، الخواطر التي صدرت في زحلي لابراهيم أبو خاطر. ثم حاول فيما بعد أنري أبو خاطر أن يكمل، لسوء الحظ ما كمل. موسى نمور استلم الخواطر عندما عين إبراهيم أبو خاطر قائم مقاما. شبل دموس ابن زحلي وصحافي كمان كان يكتب في زحلي،
كان يكتب في زحل الفتاة، وانتقل إلى بيروت وكان يكتب أيضا في صحف بيروت. وهالاسمين اسمين كبار، موسى نمور وشبل دموس، واثنيناتهم إذا بدك أسهموا في تدعيم الديمقراطية في لبنان. شبل دموس ساهم في وضع الدستور اللبناني، وموسى نمور ساهم في إنشاء الأحزاب اللبنانية السياسية. وهذا عايد له فاضل في الصحف الزحلية. الصحف الزحلية والصحفيين الزحليين، يعني هلأ اجوا ببالي هودي. هلأ في غيرهم بالطبع، في أنيس خوري مثلا، الناس ما بينتبهوا. أنيس خوري شاعر وشاعر كبير، وعنده هلأ بحديقة شعراء تمثال له. أنيس خوري كان صحافي، كان يكتب بجريدة البلاد، وبعدين أنشأ الدواجن. أول كانت تقريبا أول مجلة زراعية في لبنان، دواجن، يعني جريدة تهتم بالدواجن. ومن هون في فترة من الفترات كانت الدواجن أهم صناعة زراعية في البقاع. لكن شو كان في وراها؟ كان في وراها صحافي زحلاوي. هذه اللمحة التي تربط بين الأمس واليوم، أي بين المهذب والروابي. يعني هيديك أول جريدة بزحلة، والروابي إن شاء الله ما تكون آخر جريدة، وإن تعمر حتى نقول إنه كمان الصحافي الزحلي هي أكثر صحافة معمرة في لبنان. يعني زحلي الفتاة أكبر من النهار. النهار أسست سنة 1933، زحلي الفتاة سنة 1910. معظم الصحف، بيروت مثلا، الحياة مثلا، مرق فيهم كمان صحفيين لبنانيين زحليين. وأنا بذكر أنه أنا ذاتي يعني كتبت بالحياة وكتبت بالنهار وكتبت. وبذكر ذات مرة عرض علي الله يرحمه الأستاذ غسان تويني أنه حرر هاي الصفحة الثانية. هلا اللي عم تحررها كمان تلميذتي، وهذا شيء بعتز فيه. انا ذكرت اسماء بس بدي اذكر مثلا جورج سكاف. معالي الاستاذ جورج سكاف عمل وزير مالي، لكن مش هذا انا برايي التاج تبعه. التاج تبعه هو جريده يلي صدرت سنه 1952، ويلي كانت يعني كانت ثوره في الصحافه اللبنانيه، جريدة الجريدي. وكان فيها كبار المحررين، وكمان في كان في منهم زحالني. بالجورج سكاف عمل صاحب الجريدي، بلش محرر ثم رئيس تحرير القسم الخارجي ثم مدير ثم صار مالك جريدة الجريدي. وهذا شغلي فعلا، هذا وسام لزحلي انه هذا الصحافي البسيط بيصبح صاحب جريدة ثم فيما بعد وزير مالية ونائب نائب الصحافي. بقي 20 سنة نائب نائب الصحافي الأستاذ جورج سكيف، وهذا ابن زحلي كمان، وهذا نحن بنشوف حالنا فيه بهال بهاللمحة. بدي أقول أنه الصحافة الزحلية صحافة مهنية ممتازة،
أكتر يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا إنه في اثنين زحالنة، إبراهيم بوخاطر وشكري بخاش، ساهموا في وضع أسس أول نقابة للصحافة في لبنان باجتماع عقد في بحمدون عام 1911. عقد عدد من الصحف ب إذا بدك بتحريك أبو خاطر وشكري بخاش، وأنشأوا أول لجنة صحفية في لبنان يلي هي كانت أساس ما سمي فيما بعد بنقابة الصحافة. إذن الصحفيين الزحليين والصحافة الزحلية مهمة جدا، لأنه أسهمت شئنا أم أبينا بطريقة أو بأخرى بترقية بتطوير الصحافة اللبنانية. زحلي إلا كتير فضل على الصحافة، وكتير محترمين الصحف الصحفيين الزحليين في زحلويين بالنقابة. بذكر شغلة مهمة جدا اللي الله يرحمه المرحوم عفيف الطيبي، اللي كان من أهم أن النقباء الذين مروا، لأنه هو بنى بيت الصحافي، ما بنى قصر بإسبانيا، بنى القصر ببيروت. كان يقول عن الصحافة الزحلية إنه صحافة حرة كمان وأرستقراطية، ولهالسبب ولا مرة إجوا طلبوا مني شيء. أنا بعتقد إنه هذا شرف للصحافة الزحلية وللزحليين إنه صحافتهم عندها عنفوان مثل ما في عنفوان عند الزحليين، وربما بدي أقول إنه هذا العنفوان أسهم في جعل المنتشرين الزحليين في العالم 4 مرات عددهم من عدد المقيمين. أتمنى وأرجو وأصلي أن تبقى الصحافة الزحلية صحافة لبنانية حرة ومستقلة، وتعرف ماذا تريد ولا تحيد عن الطريق، وتظل أبدا في طريق الصواب أي طريق الحرية والمعرفة.